السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سعاد أم خديجة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم بسبوسة بمندرين، كتجي رائعة هشيشة جدا. كنتمنى تجربوها، وإلا عجبتكم هاد الوصفة تابعوا معايا المقادير ومراحل التحضير وفرجة ممتعة. قبل ما نمشي للمقادير، هي البنات كي كتجي بعد ما قطعتها كتجي كنبداو بمكونات الوصفة على بركة الله، اللي هي مكون رئيسي المندرين، جوج مندرينات متوسطة الحجم. عندي هنا كأسين ديال السميد الرقيق أو السميدة ديال البسبوسة. أنا كاس كيما كتشوفو عمرتو، وكاس ما عمرتوش غادي نعمرو بهاد جوج معالق ديال الكوك. إلا ما بغيتوش نتوما هاد المذاق ديال الكوك، يمكن لكم تعمرو بالسميدة حتى بحالو بحال الكاس التاني. كأس لاروب الزيت، كأس لاروب الزيت ما يعادل تقريبا شي 130 مليلتر. عندي كأس لاروب ديال الماء كذلك 30 مليلتر. كأس لاروب ديال السكر سنيده ما يعادل 120 غرام. بالنسبه للسكر يمكن لكم تزيدوا يمكن لكم تنقصوا السكر حسب الذوق. عندي هنا بيضتان متوسطتين الحجم. عندي ملعقه من مربى المشمش، رشه ملح، كيسين من خميرة الحلويات أو بيكنج باودر، كيس من الفانيلا، كل كيس فيه 8 غرامات. نبدا نشوف نقسم هاد المندرينات بجوج، نديرهم بالقشر ديالهم ونشوف واش ما فيهمش داك العظام اللي تيكون أو البذور اللي تيكون لداخل. هادي ما فيهاش كما كتشوفوا، وغنشوف إلا كان فيهم البذور غنقيهم ماشي مشكل. ندوز للمندرينات ونحيد لها الخيوط البويض حتى هي الا فيها شي خويطات بيض كبار بحال هكا. نتوما كناخذ الخلاط وتندير فيه هاد المندرينات اللي قطعتهم طراف طراف كاملين، اللي حيدنا لهم البذور ديالهم. بعد ما ضفت المندرين ندفع عليهم هاد البيضتين. انا عندي هاد البيضتين متوسطتين الحجم، نضيف عليهم هاد السكر او كيس من الفانيلا، كيس فانيلا 120 غرام ديال السكر. رشة ملح لتصحيح الذوق. كأس لاروب ديال الماء 130 مليلتر. نضيف هاد المربى اختياري، يمكن لكم ديروها يمكن لكم لا. نضيف الزيت كذلك 130 مليلتر، كاس لاروب. نضيف ملعقه كبيره من الخل او الحامض او من العصير الحامض اللي متوفر عندكم، مذكرتهاش ليكم في المقادير. غادي يبقى لي غير داك السميده الرقيقه وهاد جوج معالق ديال الكوك والخميره الحلويات او بيكنج باودر. دابا غادي نطحن هاد المكونات جيدا حتى تجانس باش ما نصدعكمش اطلاقا. بعد ما طحنت هاد الخليط او هاد العناصر كامله تقريبا شي دقيقه ونص حتى جوج دقائق، غنضيف السميده. السميده ديال البسبوسه السميده الرقيقه اختاروها تكون من جودة عالية، جودة الحلويات متكونش قديمة باش مطلق لكمش الخيوطة باش تطلق لكم البسبوسة زوينة. نكملها بهاد الكوك ملعقتين، يمكن لكم ما ديروش
اختياري. وغادي نضيف هاد خميرة الحلويات اللي غنغربلها. خميرتين من وزن كل وحده فيها 8 غرام، يعني 16 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. كنخلط هاد المكونات غير بمعلقه شويه بشويه. بعد ما خلطتهم بواسطه ملعقه السباتولا اللي كان، غادي نرجعها نطحنها واحد 20 ثانية تقريبا نطلقها. بعد ما طحنت هاد الخليط كامل وضفت ليه السميدة، غادي نفرغو في إناء باش نخليه يرتاح 5 دقايق تقريبا، عاد نخويه في المول اللي غيدخل الفرن. بالنسبة للأخوات اللي ما متوفرش عندهم مندارين، يديرو كأس لاروب ديال عصير البرتقال وما يضيفو ما يديروش الماء، حتى هي كتجي زوينه ولكن بالمندارين رائعه بالقشور ديال المندارين الرقاق. دابا غنخويها في الاناء اولا في المول اللي غيدخل الفرن اللي رشيتو اللي دهنتو بالزبده ورشيتو بهاد السميده ديال البسبوسه. غنفرغها نخليها ترتاح كما قلت لكم، ما غاديش ترتاح في هذا المول هذا، ما ترتاحش في هذا الاناء اللي خدمت فيه، غادي ترتاح في المول اللي يدخل الفرن. وعاد ندخلها على درجه حراره 170 180 درجه، نتوما على حسب الفرن ديالكم. المهم نص ساعه 25 دقيقه تتكون طايبه. في هذا الاثناء اللي الكيكه راه خليتها ترتاح شويه، غادي نحضر السيرو. السيرو عندي هنا كاس من عصير البرتقال، كاس ديال تقريبا 180 مليلتر، ونص كاس ديال الماء. هادي عندي هنا كاس لاروب سنيده او سكر حبيبات، نتوما السكر يمكن لكم تزيدوا تنقصوا. نخلي هاد السيرو يغلى واحد 10 دقائق، يمكن لكم تنكهوا بفانيلا او نكهه البرتقال. انا غادي ندير له فانيلا، غادي نضيف لها الفانيلا. نتوما تنكهوها بالحامض باي نكهه بغيتو. غادي نديرها فوق البوطه 10 دقائق تغلى تيوجد ليا السيرو. بعد ما خليت هاد الكيكه ترتاح دازت 10 دقائق، دابا غندخلها للفرن على درجه حراره كما قلت لكم 180 170 درجه. غادي نشعل عليها غير من التحت حتى طيب ليا، الا كانت تحمرات من الوجه ماشي صافي ماشي مشكل، الا ما كان مازال الوجه ما تحمرش غادي نشعل عليها من فوق تحمر ونطلقها ان شاء الله. بعد ما طاب ليا السيرو خليته ربع ساعه داك المقادير اللي عطيتكم ديال عصير البرتقال، دابا غادي نصفيه نخليه حتى يبرد. الكيك ديالنا راه تيطيب في الفرن نيطي، ملي يخرجوا ان شاء الله غادي نسقيه بهذا السيرو اللي حضرت. بعد ما خرجتها من الفرن خليتها شي 5 دقائق تقريبا، راه باقا سخينه ما كنقدرش ندير يدي عليها. غادي نسقيها بهذا السيرو اللي حضرت معكم وصفيته. نسقي هذا دافي حتى جاي البروده، والكيك اللي خليته 5 دقائق ملي خرجوا من الفرن اولا البسبوسه ديالنا اللي حضرنا. غادي نبدا نسقيها بهذا السيرو اللي حضرت، تشرب لي هذا والجوانب حتى يكونوا مكملين. انا خدات ليا في الطياب 170 درجه شي 35 دقيقه، نتوما على حسب الفرن ديالكم نص ساعه وتفكروها وشوفوا. بعد ما سقيتها ناخذ هذه الاوراق، عندي الاشرطه تزيين تزيين اختياري، يمكن لكم ديروا هذا تزيين، يمكن لكم ديروا تزيين اللي حبيتو نتوما اللي كتفضلوا. بعد ما درت هذه الاشرطه بالورق ديال المطبخ، غادي ندير الكوك هكا في هاد الفراغات. انا نستمر حتى نعمر هاد الفراغات ونطلق.
دابا غادي نبدا نحيد هاد الاشرطه. كيف ما كتشوفوا بعد ما زينتها وبردت لي ساعه في الثلاجه، دابا غادي نبدا نقطع فيها. نوريكم طريف قطعه منهم كيفاش كتجي. هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما قطعتها، كيبان لكم في الصوره. هاي كي كتجي، انا كنحضرها كتبقى لي 3 ايام 4 ايام في الثلاجه، ما كتبداش تفرتت بحال الكيك العادي. الى عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش تقاسموها مع الاهل والاحباب ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائده. ولا كنتو اول مره كتدخلوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك. وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحمسني وتشجعني نزيد نخدم اكثر. وشكرا على المتابعه، والى وصفه قادمه ان شاء الله.